السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة جزيرة الحسون والكناري. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الموضوع مهم ومهم بزاف، إصلاح جميع المولوعين ومربي الطيور. حنا تنربي الطيور ديالنا وتنحاولوا نعطيهم أكثر ما عندنا، وتنقلبوا في الانترنت ونسولوا الناس القدام باش نزيدوا بهذه الهواية القدام، ولكن شي خطرات تحسب لنا باننا راحنا عارفين كل شيء وتنبغوا نختصروا المراحل بحال تنعكزوا. بغيت نشارك معكم التجربه ديالي والخطا اللي وقعت فيه، ونريكم النتيجه ديال داك الخطا باش نتوما ما تطيحوش فيه ان شاء الله. المهم، انا جاتني واحد السفره على فلاش ديت العطله، وقلت نزلوا وليدات نمشيو نشوفوا الاقارب والاحباب، ولكن كما تتعرفوا فاش يكون عندك طيور وواحد العدد كثير شي شويه ما يمكنلكش تهز القفوصة ديالك وتدي الطيور عند شي صديق ديالك ولا شي، ما يمكنهمش يبقاو خارجين داخلين والتيارات الهوائية والبرد والعين ديال الإنسان. قلت غادي نخليهم الشمس تضربهم من مور الزاج، نوفر لهم الماء، نوفر لهم المأكل ديالهم، وصافي غادي نغيب واحد الأسبوع ونرجع ما عندهم ما يوقع. ولكن للأسف انتم غادي تشوفوا النتيجة شنو وقع. ما كنتش نتمنى يوقع لي هذا الشيء ولا يوقع لاي واحد، ولكن تنظن ان هذا الشيء ما وقعليش غير انا، ولكن انا بغيت نشارك معكم التجربه باش ما يوقع فيها حتى واحد. اللي شاف هذا الفيديو حاول يبارطاجيه باش كل شيء يستافد من هذا الغلط اللي وقعت فيه انا. ودابا ننتقلوا باش نشوفوا الفيديو ان شاء الله. برادو هذا ذكر، هذا الشيء كله ماشي مهم، المهم هو اللي غادي نشوفوا لتحت في التالي ديال الفيديو. هذا الذكر ديال 2018، هذه نتوما تاع 2018 كناري تنتج بهم، ولكن داك العام كان الموسم عندي خايب كاع بزاف، بحال نتج الذكر واحد الاخرين كلهم ماتوا مرضات لي نتوا، وداز لي العام خاوي. هذه نتوما ديال تيمبرادو كنت درت بها داك العام مايسترو. هذا ولد هذوك جوج لي الفوق ديال 2019 ديال هذا العام. هذا الذكر ديال المقنين اللي كنت عوال نتج منه هذا العام ان شاء الله، ساعة ما كتبش الله الخير فيما اختاره الله، هو اللي نتوى ديالو، هو اللي نتوى ديالو هي ماتت مسكينة، حتى هي ديال 2018 بحالها بحالو. كنت تبدلت انا واحد السيد عطيتو انثى ديال الكناري وعطاني نتوى ديال المقنين اللي كنت على عن طالب خصني نتوى زعما درت القفز باش تكون مولفة وتكون صعوبة في الانتاج منها. انتما كيما تتشوفو دابا الصدر ديالها عامر، يعني ما ماتتش بالجوع. هادشي اللي بغيت نقول لكم، ان القانون والكناري راه ما تيموتوش غير بالجوع والعطش. انا دابا غبت عليهم 10 ايام ولا 12 يوم، خليت لهم الماكله والماء بزاف ساعه، واخا هكاك كان ما كانش خصني ندير هاد الغلط هذا، ان الطيور خصهم مراقبه، يعني راه تقدر تكون مرضت وما لقاتش اللي يداويها. السرجم خليتهم محلول يعني تاع الاكسجين، ماشي اللي قبلتهم ولكن بعيد عليهم شويش. انتما كما تشوفوا الباك، الباك ديال حمراء ديال 2018 وديال مربي وطني ديال اسبانيا، يعني ماشي غير باك عاديه. النمره ديال السيري ها هي السنه 2018، انتما تشوفوا هاي ديال الفيدراسيون اسبانيول ديال الجهة ديال مرسيا. ما عرفتش شنو نقول لكم، ولكن تنصحكم بانكم ما تعاودوش تخليو الطيور ديالكم وتاكلوا على الماء والهواء والماكله بوحدها، لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي اللي غادي نقول لكم، انتم ما تتشوفوا انا ضعت في نتوا، كنت اولا ندير بها بزاف ديال الحوايج، ودابا كاين والو من داكشي اللي كنا تنفكروا فيه. باين بانها ماتت هاد يومين ولا 3 ايام، ماشي غير اليوم. نتوما الماكله وما عامرين، الزوان ديالهم لما هو مازال كاين، يعني كون كان ماتوا يموتوا بجوج بجوج، ماشي هادي يموت واحد ولا اخر. نتوما كما تشوفوا تذكر هذا مازال كلهم صبتهم مزيانين، هي ما فهمتش واش كان وجه شي فيروس ولا كان فيها اسهال ولا هادشي اللي بغيت نقول لكم. نخليكم دابا مع الفيديو.
سنرجع لكم بعد ما شفنا الفيديو كاملين وشفتيو النتيجة المؤسفة وشفتيو داك الأنثى ديال المقنين ديال السطيلة ديال الحسون اللي كانت عندي وهي ديال مواليد 2018 اللي كنت نتمنى هاد السنة هادي ننتج منها نتذكرها هو بقى الفوق وهي مسكينة ماتت الله يرحمها. هاد النتيجة هادي تنتأسف عليها كما تيقول تيحرقني القلب ديالي على داك الأنثى ما تنتمنى توقع حتى لواحد هاد الحادثة هادي اللي وقعت لي. كما تتعرفوا أن تربية الطيور ماشي هي غير المأكل والمشرب. المشكل اللي وقعت فيه داك الأنثى انها مرضت انها ماتت وهي متوفرة مازال لها الماء ومازال لها المأكل ديالها ومازال لها الحبوب ديالها، يعني انها مرضت وما لقاتش لي داويها في داك الغياب ديالي. يعني كما تنعرفوا كاملين ان الطيور خصهم ديما المراقبة المستمرة. هذه اول مرة توقع لي هذا الحديث، ان شاء الله اخر مرة لانني ما نعاودش نخلي الطيور ديالي لوحدهم. انا سد عليهم في القفص ما يمكنش توفر لهم غير الماكله والشراب، تعتني بهم وتشوف واش وقع لهم شي حاجه، واش مرضوا، واش تبورشوا، واش عندهم اسهال. تنشكركم المتابعه ديال هذا الفيديو، نتمنى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله اللي كنت يفرح حسن من هذا مع قناه جزيره الحسون والكناري. نتلاقاو ان شاء الله مره اخرى. السلام عليكم.